هذا المطلب يعني ليس جديدا على الحراك في محافظة السويداء. هذا المطلب واحد من أهم المطالب منذ اليوم الأول للحراك، وأتى كلنا يتذكر بأن هذا المطلب أتى على لسان الشيخ حكمة الهجري عندما نبه إلى المخاطر وجود مثل هذه الفصائل بشكل عام على الأراضي السورية وبشكل خاص في محافظة السويداء. وبالاسم يعني حدد الشيخ حكمة منذ الأيام الأولى لانطلاقة الحراك في السويداء خطورة الفصائل الإيرانية وعلى رأسها حزب الله. سيد فاضل، يعني هذه المطالبات إلى أي درجة فعلا هي محققة، وفعلا أن ما يعني تتعرض له الأراضي السورية من استهدافات إسرائيلية هي في جلها أو في غالبيتها تعود لوجود عناصر إيرانية على الأراضي السورية؟ يعني بالتأكيد بالتأكيد أهل السويد يدينون وبحزم كل الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، ولكن المعروف على أن إيران منذ فترة طويلة تستخدم كل الدول العربية التي استطاعت أن تبسط نوعا من النفوذ فيها لمصالحها الخاصة. إيران في سوريا ليست لمصلحة السوريين، وفي لبنان ليست لمصلحة اللبنانيين، وفي اليمن وفي العراق وفي غزة هي تستخدم هذه الأذرع لتحقيق مصالح خاصة تتعلق بموضوع التفاوض الإيراني الأمريكي بحول الموضوع النووي الإيراني، تتعلق بموضوع الحصار على إيران والمليارات أو مئات المليارات التي يعني تحجز عليها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية. هذا كله بالتأكيد يعني يرفض أهل السويد بكل أطيافهم، يعني بكل أطيافهم أهل السويداء يرفضون بأن تكون السويداء مكان للنفوذ الإيراني وبالتالي للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. وكما قلت هذا ليس لمصلحة الشعب السوري، وهذا ليس لمصلحة الشعب الفلسطيني، ولا علاقة له بالصراع الإسرائيلي العربي حول القضية الفلسطينية. هذا الموضوع الآن ما يدور في منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما قاله الخامنئي، يعني مش أنا اللي أقول هذا الحكي، وهذا ما قاله وزير خارجية إيران، وهذا ما أكده نائب نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله. كلهم يقولون بأن ما يدور في المنطقة هو لمصلحة المشروع الإيراني نعم، ولمصلحة السياسة الإيرانية، وبالتالي طبيعي جدا بأن يكونوا أهل السويداء على الأقل في منأى عن هذه السياسة التي لم تأتي إلى المنطقة على كل الدول اللي ذكرتها إلا بالخراب والدمار والنتائج الكارثية اللي كلنا شايفينها. طب سيد فاضل، يعني في حال أرادت فعلا حكومة دمشق إخراج الفصائل الإيرانية أو الوجود إنهاء الوجود الإيراني في الأراضي السورية، هل فعلا بمقدورها أو باستطاعتها تنفيذ هكذا إجراء أو خطوة بالنظر إلى مدى التوغل والنفوذ الإيراني الذي بات يعني مفروضا على الأراضي السورية؟ يعني أنا بتقديري الحكومة السورية لا تفكر في هذا الأمر، وإذا فكرت فهي لا تستطيع أن تفعل ذلك. قالوا الإيرانيين بوجه بشار الأسد ووجه النظام بأنه لولا وجود الفصائل الإيرانية ولولا وجود حزب الله لما بقي بشار الأسد على كرسي الحكم منذ سنوات. يعني الإيرانيين إلى الآن يعتبرون نفسهم هم من أبقوا بشار الأسد على كرسي السلطة، وهم من دعموا بشار الأسد، وهذه حقيقة. وبالتالي إذا ما فكر بشار الأسد بأن يعني يحاول مجرد محاولة أن يخرج الفصائل الإيرانية من سوريا، أعتقد بأنه عاجز تماما عن هذا وسيكلفه هذا كثيرا وقد يكلفه حياته. الإيرانيين اليوم يعتبرون سوريا هي الساحة أو هي الخاصرة الأقوى بالنسبة لهم والأضعف بالنسبة لإسرائيل. يعني نحن بنشوف اليوم في حرب بغزة، حرب طاحنة بغزة، في حرب طاحنة بلبنان، بسوريا إلى الآن الموضوع موضوع قصف يعني بمكان ما وبفترات زمنية متباعدة. لذلك إيران طبيعي جدا أن تحاول أن تعزز نفوذها في سوريا بعيدا عن لبنان وعن غزة، لأنها هي تدرك ما يعني الوضع حلفائها بلبنان وغزة، وتدرك مدى الهزائم التي تلقاها حلفاء إيران في غزة وفي لبنان، وبالتالي هي بالتأكيد ستحاول عن بحث عن بديل. هذا البديل موجود في سوريا وخاصة في منطقة الجنوب السوري، ولكن المسألة لا تتعلق بالنظام ولا تتعلق برغبة النظام، المسألة تتعلق بأهالي الجنوب السوري وخاصة أهالي محافظة السويداء الذين يرفضون وبشكل قاطع أي تواجد للإيرانيين ولحزب الله في منطقة جنوب سوريا وفي محافظة السويداء نعم بالتحديد. نعم
من برلين فاضل نوفل عضو الأمانة العامة للجان الديمقراطية السورية، شكرا جزيلا لك.